مشاهدين، اهلا بحضراتكم معنا مره تانية في النور، حيث شرفني وجود سياده اللواء اركان حرب جلال الباسل باسيلي احد ابطال حرب اكتوبر المجيده للحديث حول الذكرى 45 لهذا الانتصار العظيم. اهلا بيك سياده اللواء. اهلا بيك يا فندم. نورنا فندم. سياده اللواء، يعني بدايه كده دايما كل سنه بيستوقفني سؤال مرتبط بالحرب لكن ملوش تفاصيل في الحرب، وهو احنا استلهمنا ايه في الوقت الحالي بعد 45 سنة من هذه الحرب؟ كيف ترى المبادئ اللي قامت من اجلها وكيف هي مفعلة على ارض الواقع؟ هو حقيقي حضرتك يعني فاهم سؤال حضرتك ان هو هل مقاومات الحرب ان احنا عملناها في 73 كان في دافع، كان في دفع كبير قوي قوي. أيه. اللي هو استرداد كرامة الجيش المصري. صحيح. وكرامة الشعب المصري نفسه. صحيح. لأن حضرتك بعد 67 احنا كنا في موقف وحش قوي قوي قوي. أعقبوا وفاة رئيس جمال عبد الناصر، وبس في الحقيقة احنا الخطة كانت يعني بتاعت ناصر بيزين نفسها هي اللي هي استعدادا عشان حرب رد الكرامة للشعب المصري واستداد الأرض اللي اغتصبت مننا اللي هي سيناء. ده الدافع اللي كان مدي الحماس الشديد والروح القتالية العالية، ان الناس بتجهز نفسها انها تسترد ما اخذ منها في حرب 67. صحيح. الكلام ده خد مننا وقت كبير لدرجة ان احنا سافرنا سنة 68 في فبراير وكنا طلبة في الكلية، واعتقد ان احنا اول واخر طلبة يتخرجوا على الميج 21 من الكلية الجوية. احنا سافرنا في فبراير ورجعنا في تقريبا في منتصف 69. طلعنا على طول من الجمهورية، الطيارة اللي هي الطيارة الصفرة اللي كان فيها دايرة حمراء كده، كانت طيارة شراعي. لا مش شراعي، ده فيها محرك. هي كانت بتجر طيارة تانية شراعية. مش فاكر كان اسمها ايه، كانت فولجا. صح. كان في اصلها ركبتها وانا صغير. الطيارات الجمهورية دي طيارة طبعا انت مختلفة، مش 180 درجة، حاجة تانية غير الطيارات الأول، يعني النقلة الجامدة اللي حصلت إن من الجمهورية على الميك 17. وطبعا ميك 17 طيارة حربية، فرق السماء والأرض بين دي وبين دي. واخد بال حضرتك؟ فكان مطلوب مننا وإحنا طلبة شباب صغيرين، يعني أنا رجعت من روسيا عندي 21 سنة وبترمج 21. أيوه. بس النهاية، هل دي كانت البداية عشان خاطر يعدونا لحرب استرداد الكرامة في مصر. الوقت ده احنا طرنا 50 جمهورية ساعة، وبعدين عملنا 50 ساعة 17. كنت في يعني يا دوبك تتعرفوا على الأجزاء الرئيسية واحتمالات الحدوث. هم في روسيا هو مش هيضحي بنفسه أو بحياته عشان يدي لك اي حاجه عنده. طبعا. هو الطيار بيعلمك الطيران على الطراز ده. ازاي تطلعها سيفتي وتنزلها سيفتي. بالظبط كده. انما هو ملوش دعوه بالتكتيك الحرب. نفسه او انت هتستعملها في ايه، انما بيديك كل حاجه. الكورس بيبقى فيه طيران، فيه تب ضرب نار، وفي كل حاجه. 50 ساعة، وبعدين فوجئت انهم نقلونا على ميج 21 في بلد اسمها لوجوفا في روسيا. 50 ساعة زيها، ورجعنا مصر هنا بقى للمعمعة بقى. هنا بداية هنا صقل الطيارين الشباب اللي هو ما عندهمش غير الحماس، إنما اللي عندهم خبرة قتال ولا عندهم أي حاجة ده لسه. يعني شوف بقى حضرتك درجات التنقل السريعة من جمهورية لل 17 لل 21. جمهورية دي طيارة مروحية، يعني كان في الوقت العادي الطبيعي لو استجلبنا الميج 21 ده كان بتهالي 10 سنين ولا حاجة عشان تحصل النقلة دي. بالزبط. خبر الطيارة، إنما الضغطة اللي انضغطنا فيها دي هم البلد معذورة. حضرتك في 67 احنا خسرنا كتير كقوات جوية وكمعنويا خسرنا كتير، فكان لازم تقف على رجليك بسرعة.
لما رجعنا خدنا مرحلة انتقالية بسيطة في مصر هنا في بني سويف على اساس يعدونا ان احنا نبتدي يوزعونا على الاسراب. بس ابتدى مفهوم بقى ازاي نطلع بقى فورميشن وازاي نطلع فينجر فور مع بعض طيارات، الحاجات دي ما كانت غريبة علينا. هناك مفيش حاجة اسمها تعمل فورميشن والكلام ده مفيش. بعد بني سويف عملنا حاجة 20 ساعة اتوزعنا على الاسراب. انا كان نصيبي اروح على الاف 13 ميج 21، ميج 21 دي الاف 13 اسرع من الصوت 2.05 ماخ. يعني اكتر من مرتين، يعني الصوت اللي بكلم حضرتك بيه ضعفه وبوينت او 5 كمان. ده احنا كنا بنتفزع لما الواحد يسمع حاجه بتخترق حاجز الصوت بس مره واحده. ده الخط الفرقعه اللي بنسمعها دي، ده اللي هو ارتداد حاجز الصوت اللي بيجي في الارض. وكل ما الطياره بتبقى على ارتفاع واطي كل ما يبقى الصوت اعلى والدمج بتاعه اكتر، يعني ممكن يكسر ازاز في البيوت وممكن يعمل ضغط على الاذن، على الاذن للناس اللي موجوده على وش الارض. رحنا طلب على الاسراب، فوجئنا بحياه تانية خالص، طيارين مقاتلين بقى متدربين كويس، وكان المفروض بقى كل مجموعه بتروح في سرب ويبتدوا بقى يأهلوها ازاي تطلع بقى، يعني ايه سكرامبل. سكرامبل ده انت بتبقى تقعد في دوشمه وازاي تطلع تبتدي تعمل معركه جويه. انت خلاص ابتديت تطير بالطياره، مفهوم الطياره ميج 21 او 17 عباره هو المحرك، زي الطيارات المدنيه محرك محطوط له كابينه وجناح وديل، والجناح فيه صواريخ وفي مدفع في فانت مطلوب منك مش طيران بقى، ما خلاص انت طرت بتعرف تطلعها وتنزلها. لا التكتيك بقى بتاع استخدام السلاح اللي معاك ده ازاي تسيطر على الطياره دي وتروضها عشان تبقى سلاح تستعمله ضد خصم قدامك. هو ده المحور. وبالتالي اكيد برضو ازاي تفلت من هجوم طيران مضاد. ده لسه هكلم حضرتك فيه. انما الاول ازاي تطوع الطياره دي ان تبقى انت بتستعملها زي الطبانجة او زي السلاح بالظبط. طيعها معاك. نيجي بقى كويس قدرت اطوعها. ازاي بقى تعمل الاشتباكات او المعارك الجويه او الاشتباكات الجويه مع الطيارات، وايه وظيفتك انت كطيار فايتر؟ الطياره بتاعتنا كانت نهاري، يعني بشتغل من اول ضوء لاخر ضوء. مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني اطلع اشتبك مع اي طياره تعدي المجال الجوي المصري في المنطقه بتاعتي. ايا كان مدني حربي، اللي يخش يعدي الخط ده سكرامبل تطلع في الطيارة. وهل كان المجال الجوي بعد نكسة 67 مستباح من قبل إسرائيل في خلال الست سنين؟ هو مش مستباح ومستباح. يعني ايه؟ ما نقدرش نفصل حرب 73 عن حرب الاستنزاف. حضرتك تسمع عن حرب الاستنزاف طبعا. ايوه فهمت. حرب الاستنزاف خدت مننا رئات. ليه؟ عشان كنا في نفس الوقت اللي بنتدرب فيه عشان نجيد القتال الجوي، مطلوب مننا ان احنا نشتبك مع طيارات اسرائيل اللي بتضرب الدشم اللي بتتبني حائط الصواريخ اللي بنعمله على الضفه الغربيه من قناه السويس اللي هو عندنا احنا. فكان بتطلع طيارات معدهم سكاي هوك، تطلع طيارات ميراج، ممكن طيارات بتطلع تضرب الناس العمال اللي بيعملوا الدشم الصواريخ على طول الجبهه. ده في الفترة من إلى؟ ده حرب الاستنزاف لغاية من أول نكسة 67 لغاية قبل 73. حرب الاستنزاف دي شغالة يوميا. يوميا لمحاولة استنزاف أي تقنية جديدة أو تدريب جديد في هذا الجيش عشان ما ينتصرش. احنا عمالين بنتدرب وفي نفس الوقت بنحارب مع الجانب الإسرائيلي أو على الجبهة عشان ندي فرصة للمدنيين الغلابه اللي بيبنوا. صحيح. دول ناس جايين من الصعيد وجايين من البحر جايين عشان خاطر يبنوا دوشهم، هو ملوش دعوه. انما بيضرب بقنابل وبيضرب في الوقت العصيب ده
كان مطلوب مننا ان احنا نشتبك مع اي حد يعدي المجال الجوي بتاعنا. انت بتشتبك معاه، هل هو هيشتبك معاك؟ هما بيرفضوا بقى كاسرائيليين. ما كانش يخش اشتباك الا لو هو مجهز نفسه ان يخش معركه قتاليه مع التيارات المصريه. هو ما بيجازفش ابدا انه يخسر في معركه نديه بيننا وبينه. كان في الانجليز سيرب بروفيشنال، ناس مرتزقه مرتزقه يعني بتجاوزا، انما على كفاءه عاليه عندهم في ميراج، وهم اللي كانوا ليه مرتزقه تجاوزا؟ هل هم مش جنسيات؟ لا هم مش مرتزقه، انا بتكلم على تعبير لفظي كده، انهم ممكن يعملوا عمليات انتحاريين مثلا. مش انتحاريين، لا ما عندهمش انتحاريين. اسرائيل زي ما قلت لحضرتك ما تخشش الشباك الا لو هي مجهزه نفسها عدديا تمام، وامكانيات التوقيت والكلام ده كله والتوجيه، انها هتبقى على الاقل عندها برايورتي او اولويه انها تحقق مكسب في الاشتباك بتاعها. ما عدا ذلك ما تخشش. فكان في مناوشات دايما. المناوشات دي عشان خاطر تبعدنا عن الطيارات اللي بتضرب دشم حائط الصاروخ اللي بيتعمل على قناه السويس، بطول قناه السويس. كان في ساعات احنا بنعمل طلعات فري هانت، يعني الصيد الحر. نطلع نقف على الممر طيارتين، مفيش اتصال لاسلكي لان هم بيتصنطوا على الاتصال اللاسلكي بتاعنا. وكنا بالاشاره بيننا وبين بعض كده، يعني افتح. بترصدوا هدف معين؟ نعم، بترصدوا هدف معين. لا على لا ما اقول لحضرتك ده ده صيد حر. نطلع بدون اي اتصالات بيننا وبعض، انما احنا شايفين بعض الاول بالعين، وبعدين بنطلع فورميشن سيكشن او فينجر فور على ارتفاع على وش الارض، يعني على وش الارض. دي بتهيألي دي ما يعني دي تقنيه اكتسبها التيار المصري. كان كلمنا عنها اكتر من مره برضو اللواء سمير عزيز واكتر من حد على وش الأرض. يعني مش عايز اقول لحضرتك احنا كنا ربنا هو اللي كان واقف معانا في تدريبنا وامكانياتنا واجادتنا للطيران واستخدام الطيارات الحربيه بتاعتنا بجميع الميج 17 والميج، بحيث لا ترصد على الرادار ان انت ان في الطياره دي طلعت، ما تبانش على الرادار ابدا. تمام، الرادار بيبقى مهما كان ما يقدرش يجيب اللي على وش الارض ابدا. نعدي قناه السويس ونشد، واحنا ونصيبنا لقينا طيارات اسرائيلي نضربها. يعني ايه نشد؟ يعني مش على وش الارض، ندخل اكتر في العمق الاسرائيلي. تعدي قناه السويس بقيت في سينا. سينا كانت محتله. بقت قوات اسرائيل موجوده، عندهم صواريخ، عندهم مدفعيه، عندهم طيارات. فانت بتشد لفوق وتبص بقى في اي حته. اقرب حاجه بقى قبل ما تتلحق وتتشاف الحر. يا خبر ابيض، انت بقى لقيت حاجه تضرب على وارجع تاني على وش الارض وارجع تاني. ده هو صيد حر عليكوا برضه. ايوه طبعا. ده انت رايح في وسطهم، انت رايح جواهم. ده يخليني سيادة اللواء اتكلم عن حاجه، سوري للمقاطعه يعني، عشان عايز انقل على حرب 73 على طول، الوقت مش هيسعفني. الروح القتاليه عند المواطن المصري، مش هقول المقاتل بس، اللي هي حتى الان هي مسار دهشه العالم. العالم كله واحد بيروح الشغل وبيرجع من الشغل، لكن واحد بيصاب في الشغل، بيموت في الشغل، بيحاول يروح عشان يموت في الشغل، دي مدهشة. الروح القتالية دي كانت هي الأساس اللي مبني عليها إن أنت هتخش حرب 73. لأن بدون روح قتالية، يعني أنت دايماً عشان تعد المعركة جوية أو تخش حرب لازم ترفع الروح المعنوية طبعا. يبقى عندك كفاءة قتالية، عندك هدف. انت اللي بيحارب من غير هدف ده يهمه ايه؟ ولا حاجة. انما انت عندك هدف، عايز تسرد ارض متاخدة منك. عايز تسرد كرامة راحت منك، سواء للجيش او للشعب المصري.
المنظومه كلها مش بس الكفاءه القتاليه والحماس والشعور احنا بس كطيارين، لا حضرتك اللي تبص دي منظومه، يعني في ميكانيكيه، في فنيين، في مهندسين جويين موجودين بيجهز الطيارات، ما الطياره دي مش انا بشتبك وبرجع طبعا، ناس بتستلمها بتعملها صيانه في سقف، مفيش. الحماس اللي موجود عندي موجود عند الطاقم الفني كله طبعا، وفي دكتور بيجي يكشف عليك الصبح، وفي اسلحه تانية. ده احنا بنتكلم على الطيران بس، ده انا بتكلم انا لكن بتكلم إيه أهم على المطار. ايه اهم المعارك اللي خاضها سياده اللواء جلال الباسل في خلال الاستنزاف وخلال حرب 73؟ وبيقولوا لي عايزين يعرفوا حضرتك اسقطت كام طيار. حضرتك كان حظي مختلف يعني، او حظنا كثير ب 26. احنا حرب 73 الجزء الاولاني منها كنا في جناكليز، كنا مكلفين ان احنا نحافظ على المنطقه الشماليه الغربيه، ونشكر ربنا ان ما كانش حد بيهوب ناحيه المنطقه الشماليه الغربيه. اي حاجه سكرامبل بيطلع، يعني ايه سكرامبل؟ انا بروح من اول ضوء، باخد عدتي والجي سوت ربطه وكله، انام تحت الطياره حاله اولى، في حاله اولى مربوط وحاله اولى تحت الطياره، دي درجات الاستعداد، درجات استعداد. حاله اولى تحت الطياره دي ما فيش بطانيه، الرمادي اللي هي بتاعت العاديه بتاعتنا دي، وننام عليها كده. سكرامبل دي كلمه درجه في الطيران، يعني اقوم انط جوه الطياره. وفي حاله اولى مربوط، يعني انا قاعد جوه الكابين ورابط نفسي، تريح وانت مربوط لو عايز لغايه لما يجي لك الامر، ما تاخدش ثانيه في انك تطلع، ما فيش، ده هي ثواني، يعني عارف حضرتك المربوط دي يعني مش عايز اقول لحضرتك 45 ثانيه بتكون في الجو. طبعا طبعا، ده بالثواني بس مالهاش، يعني كان بيجي تفتيش علينا يقول لك سكرامبل لو انت قاعد في الاستراحه، حتى زمن للافاقه ولا لانك تجمع نفسك ولا تسترجع ولا لا لا لا، ده مفيش، ما في الكلام ده مش موجود. فالجزء الاولاني لما كنا في جناكليز وكنا مكلفين، كل طلعاتنا اللي موجوده بنصد اي حاجه، فانتوم جاي، ميراج جاي، اي حاجه جايه من ناحيه البحر المتوسط، طيارة ستارت كروزر استطلاع، اي حاجة جاية من ناحية البحر المتوسط او الناحية الغربية او الشمالية الغربية احنا صدينه، ما فيش حد هوب ناحية المنطقة الشمالية الغربية. ده بالنسبة لجناكليز. لما رحنا انشاس، الوضع انشاس دي عجبها، ده ما فيهاش هزار، واخد بالك حضرتك؟ شغل تاني، واي مواجهه 24 ساعه، مواجهه بينك وبينهم. المنصوره اللي هو اللي كان في المنصوره كانوا اكتر مننا في اشتباكاتهم، لان هم برضو قريبين من الجبهه عن جناكليز. لما رحنا انشاص دخلنا في المعمله اكتر من المنصوره، في وسط كنا مننا النار ده. فالمنظومة كلها زي ما قلت لحضرتك، الكفاءة القتالية والروح المعنوية والكلام ده كله، مش بس طيار، لا ده في كمان المراقبة وفي التوجيه، لأن طالع أنا معرفش إنما في واحد قاعد على شاشة رادار بيوجهني طبعا للمنطقة الاشتباك طبعا. أول ما أقول له تلي هو، يعني أنا شفت الطيارات خلاص بالنظر وكده بتخش الشبك معاهم. بالنسبة لي حضرتك بتسأل إن أنا وقعت كام طيارة، توفيق من عند ربنا طبعا، ان انا يوم 24 اكتوبر كان اخر يوم في الحرب، كان جولد ماير ومشي ديان نازلين بطياره سي 130 في مطار فايد، هم كانوا خدوا جنان ابو سلطان وخدوا المنطقه دي عشان يعملوا تصوير لرفع الروح المعنويه تاني للاسرائيليين، للجيش الاسرائيلي، هم في الارض المصريه. فايد دي ده يعني قريبه قوي من القاهره، يعني ما هو دي على مفيش بينها وبين فايد وقناه السويس مفيش حاجه. فيوميها ضرب سكرامبل، كنا في انشاص، كان المفروض نطلع اربع طيارات، السكشن الاولاني طلع وقف على الممر وانا طلعت
الفورميتور بتاعي ما طلعش. فسألني كان في ممدوح منيب ومع طيار اسمه عبد الباسط، فقالوا لي الوضع ايه، فقلت له اطلع يا ممدوح انا هطلع اغطيك مش مشكله. ده كان الهدف ايه بقى؟ الطياره، الطيارات اكيد العسكريه المحيطه بطياره جولدا ماير السكرامبل اللي طلعناه، المنطقه كلها مليانه ميج ميراج على كل الارتفاعات عشان تحمي الطياره سي 130 اللي فيها جولدا ماير ومين، موشي ديان. فطبعا احنا لما طلعنا فوجئنا، يا دوبك ايربورن قالك بي تانك اللي هو الخزانه دي اوف ارميه، قلنا خلاص داخلين الشباك. ما تقدرش يعمل الشباك طبعا، والخزان اللي فيه الموجود في الطياره طبعا ده تقل ما ينفعش. فاللي حصل فوجئت بان انا اعلى من السكشن ده، لقيت طيارات ميراج داخله ورا ممدوح منيب والفورميتور بتاعه عبد الباسط. فقلت له ماكسيم تزريفت يا ممدوح في طيارات ميراج وراك، انا مش سمعت وانا داخل وراهم وما شفتش ممدوح. بعد كده بقى دخلت في المعمعه بتاع الطيارات، انا كان في يعني كان الحماس اياميها كان ليا قائد الله يرحمه كان اسمه فوزي السلامة، كان قائد السرب عندي 26 زمان، واخد وسام نجم الشرف، طيار عظيم الله يرحمه. علمني، كنت انا الفورميتور بتاعه، علمني ان حاجة كان يقولها لي دايما كلمة احطها حلقة في وداني، ان الطيار الفايتر لازم يشيل الحوافظ من على عينيه. يعني ايه الحوافظ؟ يعني يبقى الرؤيه، درجه الرؤيه اوسع، بيحطوها انا سوري يعني للدبه عشان ما فيش حاجه تلخمه يفضل ماشي كده دغري، لكن ده لازم يبقى شايف رؤيه كده 4D. يعني ايه بقى اشيل الحوافظ؟ لان لو انا بصيف في الطياره اللي قدامي بس عشان اضربه انا هنضرب. صح، ده الكلام ده انا بقول لحضرتك، الكلام ده ثواني معدوده. طبعا الثواني المعدوده دي بتكلف حياة الإنسان أو حياة الطيار، خذ القرار الصائب. حتى علمني أن أنا أكون بخيل في دوسة التريجر بتاع الطلقات اللي بتطلع، لأن هم كلهم 60 طلقة عندي. لو أنا تقلت شوية بصبعي خلصوا، بقت معايا حديدة ما هعمل بيها إيه، مفيش صواريخ ضرب بس. لا، الصواريخ نظامها صعب. الصواريخ لازم ابقى على مسافه كبيره منه واوطى منه عشان الاتجاه، عشان الصاروخ ما ينزلش على الارض وعشان يطلع يخش على الطياره اللي قدامي. فطبعا دي عايزه يعني ظروف مواتيه لرواقه، اضرب الصاروخ عايزه رواقه. انما الكومبات الحقيقي للشباك الحقيقي مع الطيارات تبقى فيري كلوز، يعني قريب قوي منها. عملت ايه ساعتها؟ انا ما عملتش. انا ما عملتش، ربنا هو اللي عمل الحمد لله. انا فوجئت ان انا في وسط المعمعه دي وانا يمكن كما يتراءى انا ليا ان انا هم قالوا ده صيده طياره ميج 21 في وسط طيارات المراز دي كلها. طبعا كان حضرني بقى الكلام بتاع فوز سلام الله يرحمه، كان قائد ليا، ان انا اضرب بسرعه واشد بسرعه لان اللي قدامي ده ممكن يكون بيسنطرني انا وبيجهزني للي ورايا يضربني، لان هم كانوا بيشتغلوا بالنظام القطر او السلسله انه يعدي نفسه، تيجي تعدي اللي انت وراه اللي ورايا يضربك. فهي عايزه، عارف حضرتك بقى، سرعه بديهه وسرعه مناوره وسرعة قرار في لحظه. كانت فتره الاعداد اللي خدتها كلها بقى قبل كده نفعتنا. انا كنت بحب اتعلم من اللي ادم مني واللي احدث مني. اي حد بيعمل حاجه حلوه احطها في دماغي. اي فن اللي حصل ضربت، فمع كل تريجر بتدوسه عشان بتطلع طلقات بيصور كادرات فيلم. بعد ما خلصت الضرب الطيارات كلها بقى اضرب واشد اضرب واشد، انا ما اعرفش انا فين. طبعا انا شفت طيارة جولدا ماير كنت هموت عشان انزل اضربها، بس ما نو واي يعني هم قافلين كل الارتفاعات لدرجه ان انا بقت المحطه الارضيه الموجه على الرادار، انا كنت اسمي سيلفر 3 فض 3
شد في عين الشمس، شد في عين الشمس، طيارات براس في كل حته، شد في عين الشمس، هم خايفين عليا. وانا بيني وبينك في وسط المعركه عشان ما يقدرش يحددوا مكان حضرتك ويضربوك. هو شايف ان البلوت بتاع الطياره بتاعتي حواليها بلوتات طيارات مراش كتيره. ايوه. فهو كل اللي في دماغه شد في عين الشمس، هو خايف طبعا على لان ما فيش، انا واقع في وسطهم. ايوه. فانا كنت كل ما بضرب واصور وشد 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 لغايه لما لمض الفيول كلها عندي في الطياره نورت. فاضطريت انزل في القطاميه. ما عنديش جهاز زي ما بيقولوا. قبل ما انزل القطاميه الكاميرا بتبقى قدامي هنا كده بتفتح تاخد الخزنه بتطلع عادي سهله. خدتها حطيتها في الافرول وقفلت السوست عليها ورحت نازل القطاميه. قلت ثاني، قلت عشان افرض انا انضربت ما يوصلوش للصور، ما حدش هيعرف اني اشتبكت الا بالافلام اللي انا معايا، الفيلم بتاع الكاميرا دي. ايوه. هو الكاميرا بتسجل كل طلقه طالعه من المدفع. لما نزلت بعد ما مونت في مطار القطاميه ورجعت انشاص، رجعت انشاص تاني، كان اول مره انزل ليلي في حياتي لان ما طرش ليلي قبل كده. كلمت العمليات عندنا فقلت لهم، فقال لي واحد رد عليا يعني بالناس اللي قاعدين في غرفه العمليات، ايه يا جلال عبد الله السلام عملت ايه؟ قلت له اشتبكت مع طيارات مراج. قال لي طيارات مراج؟ لا، ما فيش حد من اللي نزل قال شاف طيارات مراج في المنطقه. قلت له انا معايا فيلم مصوره. قال لي طب وطيارات المراج اللي انت صورتها دي عليها نجم داوود؟ قلت له لا، ما عليهاش نجم داوود. فقال لي تبقى طياراتنا يا حلو. عارف انا طبعا عارف حضرتك، انا اصدقني بجد. لا يعني معقول فعلا طلعت طياراتنا؟ لا طبعا. مش طياراتنا طبعا. وكان يعني احنا ما عندناش طيارات مراج طلعت اساسا. ما انا بقول هنحارب روحنا يعني. قلت له الطيارات اللي ضربتها عليها مثلث برتقاني وفيها تنين اسود. وبعدين انا ما هنروح بعيد ليه؟ انا بعد خلاص اخر ضوء خدت بعضي ورحت على اسم التصوير. الفيلم طبعا حمض الحاجات دي. لا، فحتى على الفيلم نفسه جلال نقيب طيار جلال الباسل. عشان الواحد مش عارف ما انا ما انت عارف ما يعني عارف حرص وما تخونش. طبع 48 كدر صور واضحه جميله، طيارات مبطرخه. خدت الصور دي كلها 48 صوره، وتاني راجع السرب ما لقيتش حد في السرب عندي. فين يا ابني الناس الطيارين فين؟ قال لي في اللواء مع قائد اللواء. تاني رايح لقائد اللواء لقيته قاعد مجتمع بالطيارين. عظمت، قلت له تمام يا فندم انا اشتبكت، وادي صور لحضرتك الشباك بتاعي بالظبط زي ما بحكي لحضرتك. كان اللي هو نبيل شكري يعني قائد اللي هو بتاعي، واعتز بيه وافتخر بيه لانه كان من القلائل في مصر اللي بيتحكم في الطياره ميج 21 زي ما هو عايز. يعني كان ممكن يمشي انفرتد في العرض على وش الارض. انا ما عنديش فكره ايه اللي بيحصل. انا شايف طيارين قاعدين وقائد اللي هو قاعد معاه قدامهم، فمسك الصور طيارات ما شاء الله. انا كنت احب قوي اصور طيارات على كلوز يعني عارف واضحه. واضحه قوي. فقلت له يا فندم الطيارات اللي ضربتها عليها مثلث برتقاني وفيها تنين اسود. فلقيته قام، انا ما عنديش فكره، راح رامي الصور قدامه قدام الطيارين قال لهم ادي الصور بتاعت جلال الباسل حضرات اللي بتقوله انه ما اشتبكش ولا شاف طيارات. وراح واخدني في حضنه وقال لي انا كفيل ان اجيب لك وضعك وحقك في اللواء. طبعا انا ما اعرفش الصور بتاعتي انا بقدمها وخلاص، انا اشتبكت ولي الصورة بتاعتي. المخابرات بتحلل الكلام ده. طلع ايه بقى؟ طلع الطيارات دي جايه من جنوب افريقيا وما لحقوش يحطوا اللوجو بتاع اسرائيل عليها. ياه. ما هم ما عايزين اي حاجه.
وتحليل الصور قالوا اسقاط طيارتين واحتمال اصابه ثالثه. ياه ما انا ما انا معرفش. الطيارات كانت مرافقه لطياره جولدا ماير يعني طبعًا. حاجه نقطه طبعًا. قاتله طبعًا. بالنسبه لهم اصل يعني لو ضربت جولدا ماير ومش ديان خلاص, خلاص بقى خلاص بقى. انا لما بعد الحرب جالنا الاستاذ عدو مباشر, حضرتك تسمع عنه, صحفي كان بياخد احاديث من الناس كلها, فجاء اللواء عندنا فده او السرب, دخلت قابلته فقال لي احكي لنا بقى يا بطل الطيارات اللي انت وقعتها بقى ازاي والنار والكلام ده. قلت له مين قال لحضرتك ان انا شفت طيارات بتقع ولا الكلام ده؟ قال لي ده قالوا انك واخد نجم الشرف. قلت له انا خدت نجم الشرف وقعت وقالوا طيارتين بس انا ما شفتش ولا طياره وقعت. ده تحليل الفيلم طبعا او الصور بتاعتي هو اللي بيقول. انما انا لو لحظة كنت خروج حضرتك استنيت عشان اشوف الطياره اللي قدامي وقعت ولا اتضربت فرجه ما كنتش رجيت ولا جبت الفيلم. الحمد لله على السلام بس الله يسلمك. لكن سؤال اخير ست اللواء, وهو ما يشغلني دائما في تحليل حرب اكتوبر ويمكن ابتديت بشبهه وهنهي بيه, عمر ازاي استطيع انا كمواطن مصري الان أن أستلهم هذه الروح اللي رفعت اسم مصر وكانت مصر محط أنظار العالم من 73 على الأقل لغاية 79 بعد انتهاء محادثات السلام واتفاقية السلام, إزاي أنا كمصر دلوقتي تاني أرجع أستلهم ده في الاقتصاد, أستلهم ده في عدم الإهمال, أستلهم ده في عدم رمي ورقة في الشارع, في أني أأدي شغلي بأمانة, في أني أشعر أن أنا في لحظة قتالية مشابهة لحرب ستة. هي كلمة واحدة, نحب مصر. يعني عشان كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده حله في حاجة واحدة, أحب مصر, أحب التراب اللي احنا اتولدنا فيه والأرض اللي احنا ماشيين عليها. حب مصر ده مش سهل, حب مصر هيدينا كل اللي حضرتك قلت عليه وزياده كمان. يمكن ما فيش دافع للطيارين دلوقتي في القوات الجويه عشان يستردوا ارض, انما هم بيعملوا حرب اعظم كمان طبعاً. من الحرب اللي عملناها طبعا الارهاب طبعا طبعا. تصور حضرتك في والحفاظ سينا. على الامن القومي ده اخطر انت ده الثبات على القمه زي ما بيقولوا. انا لما مني الطياره لطياره انا عارف انا بعمل ايه, انما عشان اضرب ناس في وسط بيوت مدنيه طبعا ومتخبيين في وسط مدنيين اه عشان اروح اضرب عربيات نقل سلاح جايه من المنطقه الغربيه من ليبيا او من جنوب, دي قضيه تانية. وفي عقبات ودشم بقى اخترعتها القوه الغربيه عشان تعطلك, اللي هي تقول لك حقوق الانسان وانت مخلي البدو ما بيخرجوش وانت مش عارف ايه. النظام في سيناء بيعملوا ايه؟ يتحطوا في الرمل, يحطوا اي حاجه عربيه معده اي حاجه ويدفنوا عليها, وبيبقوا عارفين اللي هم الناس القصاص اللي بيعرفوا القصاص الاثر اذا كان سلاح دبابات طيارات عربيات مستشفيات يا فندم مراكز أمر صناعيه كل ما يخطر على بال حضرتك موجود, انما دي حرب تانية. لكن احنا بنشارف على الانتهاء من هذه الحرب في راي حضرتك والاستقرار في منطقه سيناء وبدء تنميه كبيره. هل ممكن نموت كل المدنيين اللي في العريش؟ لا. طب هو في وسط المدنيين الناس دي حضرتك انت عارف ان كم واحد كم الف واحد طلعوا رقم قومي في سيناء طبعا وهم مش مصريين؟ طب اجيبهم منين؟ من ساعه فضيحه لما قالوا المكنه اتسرقت, فاكر حضرتك؟ هل النهارده الناس دي موجوده وعايشه؟ لكن الحد الادنى سياده اللواء اللي انا اقدر اخش بيه هو اللي بيتعمل دلوقتي هو اللي بيتعمل دلوقتي ده يعني كتر خير القوات الجويه والقوات المسلحه والقوات الداخليه الشرطه صحيح. انهم بيحاربوا ناس للاسف ما عندهاش ضمير وما بتحبش البلد خفافيش المنظومه. هو لو حب مصر مش هيعمل كده في مصر. مشكورك جدا سيادة اللواء, اسعدتنا. كل سنه طيبين يا فندم, طول عمرك. ويعني وحضرتك طبعا يعني نجاه حضرتك ومن هذه الويلات دي معجزه كبيره في حد ذاتها. نشكر ربنا عليها. وبنشكر ربنا ان انتوا لسه موجودين عشان تلهمونا ان ازاي الواحد كل واحد في مكانه يبقى امين ويبقى مخلص ويبقى وطني بالقدر الكافي. شكرا لذوقك يا فندم, كل سنه وانتم طيبين ونشوفه دايما على خير ان شاء الله. كل الشكر ونترحم على كل شهدائنا طبعا طلنا طبعا كل من شارك سواء مدني
او حربي في حرب 73 او عسكري. طبعا كل الشكر لسياده اللواء اركان حرب جلال الباس البسيلي بطل حرب اكتوبر المجيده وبطل القوات الجويه المصريه، ولما زلنا نرى ان لهؤلاء الابطال دور مهم جدا في تواصل الاجيال واستلهام الروح الوطنيه، وان احنا ما نبقاش يا اما في حرب بقاء، ما احنا في حرب بقاء دلوقتي، يا اما بقى ايه نركلس ونقول لا مفيش مشكله ونلاقي بقى الحرامي واللي فاشل والمرتشي لكن يعني ربنا يبارك في كل الجهود اللي مصر بتقوم بيها علشان تنهض للامام. بشكركم جدا. فاصل قصير ونتكلم عن موضوع تاني، حوادث الطرق وويلاتها في النور. خليكم معانا.